حديث البلد مع زين عفريم وأمين أبياغي. اهلا فيكم بحديث البلد. يعني انا امين دايما بحبك بس جاي اليوم وجايب لي بنت ضيعتي معك، رح احبك دوبل كمان على العاده. زينة، انت رئيسة مهرجانات جونيا الدولية اللي بتنطلق بألعاب نارية مبهرة ب2 تموز وبتستمر بسلسلة حفلات فنية لغاية 15 تموز. أمين أبياغي، انت رئيس مجلس إدارة شركة ستار سيستم ورئيس لجنة مهرجانات أعياد بيروت اللي بتنطلق من 18 تموز لغاية 6 آب بلبنان. والليلة انتو ضيوفنا لنحكي عن هالتظاهرات الفنية والثقافية. زينة، بجونيا سنة عندكم بالإضافة لليلة الموعودة لمجد الرومي، جوني هوليدي والكوميديان المغربي جمال دبوز وجيسي جاي مع نجوم النسخة الأخيرة من برنامج The Voice الفرنسي، والمهرجان في وجه رائع وهو الليالي المجانية اللي عودتوا جمهوركم عليها. شو رح تشمل هالليالي المفتوحة للكل؟ الليالي المفتوحة منبلش بداية بالمفرقعات النارية اللي بتكون ب2 تموز، اللي هو هيدا أكبر حدث بنعمل بلبنان أولاً وبضمن الفستيفال تبع جوني. بلشناه من 5 سنين تحديداً وبين نجاح هائل من وراه، بيتخللوا تجمع لليخوت لتقريباً فوق 1000 يخت بيكون خليج جوني. قد ايه حلو المنظر يعني. المنظر رائع جدا. الفاير ورك شو اللي عم بيكون هو على نطاق على مستوى عالمي كثير كبير، بكون اول شيء سينكرونايز كله سوا على ميوزك خصيصا معموله لهيدا الفاير ورك. يعني معمول على 50 نقطه فيزيوال هيدا مجاني او بتدفعوا العالم عليه؟ هيدا مجاني. هذا المجاني مجاني للعالم. يعني نحن مجاني ل 130 الف مواطن عايشين بمنطقه كسروان، وفوق هيدا كله بيجينا 150 الف زائر على المنطقه ليله الفستيفال. العالم بتكون على البلكونات ببيوتها، المطاعم فوق 300 مطعم بكون مفولين من هلا اوريدي بقلب جوني. هيدا نحن لا يا ريت هيك بدك تسالونا. يعني هن بهالحدث المجاني اللي عم يعملوه عم بحركوا كمان السياحه بالمنطقه كلياتها. يعني عن جد مشكورين عليه زينة. وفي كمان ليالي مجانيه، في ليالي مجانيه اللي هن 3 ليالي محددين اوريدي، بكونوا جمعه سبت احد 10 11 12 ليله. لكن بهدول العشرة 11 12 شو بصير؟ عنا بسوق جونيا القديم بكون في ليالي وسهرات مجانية معمولة، بارادات عم تنعمل للكبار وللصغار، عيال بتنزل تستفيد من شوات معينة. أول شيء بتكون اسم المدينة يعني جوني أون فيت نحن بنسميها. أنا عازمكم كلكم على الحفلة على الطريق مجانية معزومين. بس ما نروح نتعشى من وراها بنشوفها. يا أهلا وسهلا، بس مش كثار، تنقوا 2 3 خذوا راحتكم. زينة وأمين، بنشوف سوا سبوت الإعلاني الخاص بمهرجانات جوني الدولية ومنتابع معك أمين. بلاير بس. Junier International Festival presents an exceptional lineup for the 2015 edition. The opening fireworks ceremony on July 2nd with a breathtaking synchronized fireworks show all over Junier Bay. Majid al-Rumi on July 4th. The Voice Tour France with Hiba Tuwaji on July 6th. Jamel Debus on July 8th. Johnny Halliday on July 9th. And Jesse J on July 15th. Also, be there for our amazing street events in Junier Souks on the 10th, 11th and 12th of July. Tickets on sale at Bwari Press Cast League and Virgin Ticketing Box Office. أه
أمين بتساهموا كستار سيستم بتحضير البرنامج الفني لمهرجانات جونيا لجهة استقطاب الفنانين والعروض العالمية؟ برأيك قد ايه ساهمت مشاركة مواهب لبنانية مثل أنطوني توما وهبة طوجي وقبلهم ألين لحوت باختيار برنامج ذا فويس لبنان للسنة الثانية على التوالي ليحيوا في حفلتهم الوحيدة خارج فرنسا واللي رح تأدي فيها السنة هبة؟ اكيد كثير مهمه ومهمه اصلا للبنان، يعني هي الشغله اوريدي انه يشاركوا ويفرجوا الحضاره والثقافه اللبنانيه والموسيقى وكيف نعم. نحن يعني بنغني لانه بفتكر احسن يعني احسن طريقه انه تفرجي هالشيء للعالم. والسبب اللي خلى انه نحن نقدر نعمل هالذا فويس طبعا وجود اللبنانيه، وخاصه من سنتين لما عملناه وقتها كان في أنطوني توما كان سكسي يعني عن جد كتير سولد اوت بظرف جمعتين يعني. لانه اللبنانيين كلهم بيتابعوا ذا فويس فرنسا وبالتالي يعني كلهم طبعاً. مهتمين بكل الكونتستنتس بما فيهم اللبنانيه. امين، بحضور وزير السياحه ميشيل فرعون اعلنتوا انتم وشركه تويو تو سي وبرودكشن فاكتوري عن برنامج اعياد بيروت لصيف 2015. غير انتقال هالمهرجان من اسواق بيروت للبيال، شو جديده هالسنه؟ هالسنة أول شيء هن 9 حفلات رح يكونوا 9 ليالي 31 فنان من 12 بلد ديفرنت، لأنه كل حفلة في حفلات في عدة فنانين بنفس الليلة، دونك إذا بتجمعيهم 31 مش يعني 31 فنان من 12 بلد اللي هي شغلة كثير نحن فخورين فيها. ورح يكون في سنة انرجي تور ومنضمين لأعياد بيروت وأورينتال نايت، يعني مشان هيك صرنا كبرنا أكثر يعني. فحطيتوا المجموعة كلها الانرجي ميوزك تور مهرجان الأغنية الشرقية مع كل الحفلات اللي نحن عاملينها كمان السنة مع أعياد لسه مش موجودة هالسنة هي عرابة المهرجان. أنا مثل ما بقول هالسنة أخذين أوف لسنة الجاية نرجع أقوى. نحن بنسألك عن إليسا، عم نسألك بما انه انت مدير اعمالها ليش غايبه السنه؟ لا مش ما قال عليها شو خاص بهي، عملت اول 3 سنين وهي بلشت معنا اصلا اول سنه، يعني كان عندها ثقه انه تبلش، لانه واحد لاول سنه لما يبلش مهرجان بيبقى مش معروف كيف رح يكون النيفو وكيف. بس اصلا رح تحضر وائل كفوري 100% مزبوط. كيف عرفت؟ بعرف كل شيء، فعلا متابع. تحياتنا من حديث البلد. أمين حمسنا نحضر هالحفلات، خلينا نشوف سوا السبوت الإعلاني لأعياد بيروت هالمرة. بلاير باسن. مهرجان أعياد بيروت يقدم بالبيال واجهة بيروت البحرية 18 تموز وائل كفوري، صار الحكي بيناتنا 20 تموز عادل كرم هيدا عادل ستاند اب كوميدي، 22 تموز راؤول دي بلازيو وميشيل فاضل، 25 تموز نجوى كرم، 27 تموز أليساندرو سافينا، 28 تموز أنجس أند جوليا ستون، 1 آب أنرجي ميوزك تور، 4 آب أورينتال نايت، ست آب مشروع ليلى. تباع البطاقات في فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. إلا ليالي فن وفرح، ومنذكر إنه بطاقات أعياد بيروت للي حابب يشتري متوفرة بالفيرجن ميجا ستورز مع بطاقات مهرجانات جونيا سوا، اللي كمان بتلاقوها بمكتبات بيري بريس كاسليك. شكرا زينة فريم، شكرا أمين أبياغي. بما إنه مبلشين مع ماجدة الرومي، خلينا نحن نختم هالانترفيو مع ماجدة الرومي.